السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المتابعين الأعزاء. اليوم هننشر لكم معركة، طبعا مش ضروري كل مرة ننشر فوز فوز فوز، خلينا هالمرة ننشر خسارة من باب التسلية ومن باب الاتعاظ ومن باب نتعلم من خسارتنا. يعني المهم إن نستمتع أثناء عرض المعركة. يعني أنا بحب أشارككم أفراحي وأحزاني كونكم جمهورنا العزيز اللي بيستحق أفضل ما لدينا. على كل حال في البداية زي ما انتم شايفين منتج جنديين، نستكشف الخريطة، بنطلع يمين شمال فوق تحت يمين. يعني ضروري الإنسان يكون مطلع على مجريات المعركة، يكون مطلع على تضاريس الخريطة، يكون مطلع على كوشف الخريطة، على ما هي الأعلام الرايات الموجودة، شو الأوضاع. طبعا في البداية بنجمع موارد. طبعا في هاي الخريطة بكون عندك 3 أعلام اللي هن مهمات. الراية الأولى تحت بتنتج موارد، والراية العجل الشمال بتنتج، هي عبارة عن راديو لاسلكي مشان جيش الـ AI، والراديو بالنص برضو اللاسلكي تبع AI. يعني عندك هان لاسلكيين تبع AI، أو مش عارف، أتوقع راديو بالنص هو راديو استكشاف بس، وراديو على الشمال هو تبع الـ AI. طبعا هان كنت بلعب المعركة كنت نعسان، بس كل همي ايش؟ اهاجم الخصم وافوز واروح انام. طبعا هالبطولة شاركت فيها مش مشان الميدالية، انا شاركت فيها بس من شان اتسلى. يعني مش شارك في البطولة من اجل المتعة، اني عارف انا رتبة 19، رتبة 19 مستحيل تجيب ميدالية، صعب تجيب ميدالية. في البداية هي الدبور مستخدم قدرته، بنلاحظ انه بلشت قوات الاي اي تهاجم. العدو عم بحشد قواته، تركني بتسلى مع الاي اي زي ما شايفين. عنده 7 هامر تقريبا. رحنا نروح على منطقة العلم مشان ناخذ الراية. معنا هاجمنا منطقة الراية عشان ناخذها، بس الـ AI عم بدافع عنها. معنا عدو مش راضي يعطيني العلم بالمرة. انا خلص كل همي استولي على هالرايتين اللي فوق والتحت مشان انهي المعركة. طبعا هالراية جابت ليد للراية هاي، بتنشط قوات، نغير عناوية البوست، لما يقض دفاع بنهاجم. ما شاء الله حوالي 16 هامر و17 هامر غير من موجود عنده تايفون، غير الزيوز، غير قوات الاي اي، غير الجيوش. طبعا نتحرك للامام بنهاجم العدو، بنحاول مرة تانية نستولي على، يعني نستولي على العلم بأي أي طريقة بدي أخذ الراية. بس الجيش زي إيش؟ النمل، هذاك مشغل بوست إنتاج والإي آي عم بهاجم. ما ننسى إنه الخصم أو العدو تبعنا ليفل 20 ماكس تقريبا، أنا سألته هكذا، أنا عنده حساب ليفل 20 ماكس تقريبا. يعني بدك تحاول تأخذ الراية بأي طريقة. فخلص الحسم المعركة هاي بش العدو الـ AI، غير هيك هذاك نازل ينتج لي بوستات انتاج ورا بوست انتاج، والهامر عنده قوية ليفل 20 ماكس. يعني انا عملت غلط، انا مفروض بلشت استولي على العلم في اليسار اللي ما بتمر من عنده قوات الـ AI، بعدين استولي على العلم بالنص. بس شو كنت خايف، اودي الجيش على الشمال كلياته، وبعد ما الجيش يوصل على الشمال الاقيه هاجم علي ب20 هامر، فقلت خليني استولي على النص هيك بضمن انه ما يغذرني. بس صعب كتير. يعني هسه عندك في ليفل 19 انك تجيب ميدالية، هدر للامكانيات، هدر للموارد، هدر للبوستات. يعني هتخلص بوستاتك وتخلص مواردك وتخلص قصصك على اشياء غير مفيدة. فلهيك نصيحة مني، بوصل ليفل 19 و20 يمضيهن باللعب الـ AI مثلا، او 2 ضد 2، 3 ضد 3،
متى تبلش تلعب بطولة؟ بتبلش تلعب بطولة في أواخر ليفل 20، لأنك في آخر ليفل 20 بتكون مكس ليفل 20 بالكامل تقريبا، يعني بتكون جاهز إنك تجيب ميدالية أمورك تمام. على كل حال نشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.